النهارده لما بنتكلم عن الليبليبه ليه الليبليبه؟ حسين فهمي يعيد احياء عمر الشريف. عمر ممثل قدير جدا. من الدريس كود لمعايير اختيار الافلام والحضور، واضح ان حسين فهمي ناوي يقدم مهرجان القاهره السينمائي يوم 13 نوفمبر اللي جاي بطريقه مختلفه وجديده كليا عن النسخ السابقه. واللي ما تعرفهوش انه قبل يرجع يكون في منصب رئيس المهرجان السنه دي بعد ما اعتذر عنه مرتين في السنين اللي فاتت. كنت دايما بعتذر، لكن انا كان عندي اشتياق ان انا ارجع تاني للمهرجان وان انا ابتدي أشغل أفكاري وذهني في إن إحنا نقدم حاجة حلوة يعني. طبعاً أهم حاجة بالنسبة لي كانت الميزانية. الميزانية المهرجانات هي الميزانية اللي بتقيم مهرجان جيد أستطيع من خلاله إن أنا أحقق كل اللي أنا عايزه. فالميزانية المهرجان قوية جداً، وعندي رجال أعمال متحمسين جداً إنهم يقيموا دورة مهمة بالنسبة للمهرجان. مهرجان القاهرة ومهرجان درجة أولى كاتيجوري إيه؟ وما فيش شك إن مهرجان زي القاهرة السينمائي لازم يكون على مستوى مهرجان كان، برلين وغيره من المهرجانات العالمية. وعشان يحقق ده في مصر ما لقاش أنسب من أمير رمسيس عشان يكون معاه في منصب المدير الفني للمهرجان بعد ما قدم استقالته من إدارة مهرجان الجونة اللي تم تأجيل دوراته المقبلة. أنا حزنت جدا مهرجان الجونة مش موجود معانا السنة دي، لأن أنا بحب المنافسة وبحب التشالنج، هو ده اللي بيديني أنا فرصة إن أنا أقدم حاجة كويسة. فأنا أولا حزين إن المهرجان مش موجود. أمير رمسيس مخرج متميز وكان مدير مهرجان قبل كده مهرجان الجونة، وقدم استقالته. فأنا كلمته واتصلت بيه وطلبته، قلت له إن احنا نبتدي احنا الاثنين مع بعض، وفعلا بيشارك معايا وعامل مجهود رائع يعني. والإضافة اللي بيحاولوا يقدموها كانت واضحة من لما سمعنا عن فكرة معرض لملابس الراحل عمر الشريف في المهرجان. دي ملابس عمر الشريف في عدة أفلام، دكتور جيفاجو فيلم منهم، البلطو بتاعه في دكتور جيفاجو، عندي البدلة اللي كان لابسها فاني جيرل، دي جات لي عن طريق صديق مشترك كان عنده هذه الملابس وكان عمر اداها له، سبع عنده يعني، وبالتالي بعتها لي وأنا اهتميت بيها. في لسه بدلة جاية لي من باريس كمان هكمل بيها مجموعة جميلة جدا من الأفلام اللي عملها عمر الشريف. عمر ممثل قدير جدا ودخل تاريخ السينما العالمية. عمر النهاردة بيعتبر أحد 10 أهم ممثلين كانوا في السينما، زي مارلون براندو، زي جيمس دين، فمستوى راقي جدا. ومن مبدأ التكريم كمان، إدارة المهرجان اختارت لبلبة عشان تحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر. أما لما كرمت فؤاد المهندس عملت دراسة ليه فؤاد المهندس أحسن كوميديان في مصر أو قدم الكثير من الكوميديا في مصر. الكوميديانات كلهم محترمين وقدموا حاجات حلوة، فؤاد المهندس كان أكتر واحد قدم كوميديا راقية، الجمهور استقبله أحسن استقبال. النهاردة لما بنتكلم على البليبة ليه البليبة، البليبة اشتغلت وهي عندها 5 سنين، عملت النهاردة 88 فيلم، كانت عضوة لجنة التحكيم في مهرجانات دولية كتير لم تكرم من قبل في مهرجان القاهرة. كل ده بيدرس عشان نقول فلان هيكرم السنة دي.